العسل يعالج الضغط المرتفع والمنخفض. يعني عندي ضغط واطي خد معلقه عسل، عندي ضغط عالي خد معلقه عسل. العسل يعالج المرض ونقيضه في نزله البرد. عندي سخونيه، عندي بروده، عندي زياده هرمون، عندي نقص هرمون. يا جماعه والله العظيم انا مش بتكلم من عندي، انا معايا اكتر من 800 بحث. العسل الجبلي الطبي اللي مليان مواد فعاله ولا متدخل فيها دي انسان يعالج المرض ونقيضه. ولذلك لما حضره النبي قال تداووا عباد الله فان الله سبحانه ما انزل من داء الا له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. اذا انا قريت بحث مره جاي من باكستان 100 نوع من العسل لعلاج 100 مرض. احنا عندنا في الدول العربيه او في مصر مثلا عندنا عسل برسيم وعسل مالوح وعسل قطن وكبرنا عسل حبه البركه. انما هم عندهم 100 نوع من العسل لعلاج 100 مرض. حتى مع مريض السكر في عسل اسمه العسل المر بتاعه ياخد منه معلقه خف. فاللي انا عايز اقول لك عليه انه ما من داء الا له دواء. بس انا مطلوب مني ان انا ابحث عن الدواء، لان في ناس شغالين مع الشيطان في ياس. الام اس ملوش علاج، فشل الكلوي ملوش علاج، التليف في الكبد ملوش علاج، تليف في الرئه ملوش علاج. اذا ثلاث ارباع الامراض اللي بتروح للدكتور فيها ملوش علاج. دي اوعيه القلب ملوش علاج، يا قسطره يا دعامه، ينقطع القلب مين يجيب لك قلب غيره؟ الادويه التي لا يخلو منها منزل. هنقول ادويه طبيه وهنقول ادويه عشبيه. الادويه التي لا يخلو منها منزل، اولا لازم عندي شنطه اسعافات اوليه، عندي شاش وقطن وعندي لاصق طبي. اهم حاجه لاصق طبي ده، اللاصق الطبي ده لو واحد اتجرح ولا حاجه ولا اتعور على طول يشطف الجرح ها ويحط عليه الايه اللزق. كلنا بنتعور صح؟ نعم. الكحول طبعا، الكحول مهم جدا جدا. يعني لو ما عنديش كحول يبقى انا عندي يعني برفان لونه فاتح ابيض عشان ما يكونش فيه مواد سامه كتير. فالكحول ده مهم جدا ان انا كقاتل البكتيريا. يبقى عندي رباط ومطهر وممكن اجيب بيتادين عندي، وممكن اجيب قطار للانف افرين اوتريفين حاجه بتوسع المناخير. اوعى تنام وتسيب مناخيرك مسدوده. خلاص؟ لو نمت وسبت مناخيرك مسدوده البق هيفضل مفتوح، دخل ميكروبات بالهبل، ضاعت السنان، ضاع الهضم، هتقوم تلاقي نفسك مريل، هتلاقي يعني نيله. فارجوك لا تنام وانفك مسدود. لا تستخدمها قبل ما تنام على الاقل. يعني كل يوم اذا كانت المساله كده. بس اذا كان الانف مسدود كل يوم مش راضي يتفتح، لا احنا عاملين نظام بقى لعلاج الانف. علاج الانف بدا عايز تدليك بطن وعاوز رياضه، صليت على النبي وعايز مضغ لبان او كلوريس او نعناع او شمع، وعاوز بتاع ده هو تدفئه، وعاوز مشروبات دافيه بتوسع الاوعيه، وعايز في 12 13 حاجه انا مديها لعلاج الانف. ما هو حضرتك لو اكتفيت بالقطاره بتاعت الانف وسبت كل حاجه، لا مناخيرك هتضيع، هتتلاقي في الانسجه مش هتستجيب بعد كده. يبقى بنقول مطهر، قطاره انف، قطاره عين ضروري عندك، لان في عيال بتهرش في عينيها. قبل ما تهرش في عينيها بريزولين، او دلوقتي عملوا قطارات بديله، مش عايز اقول بس على الاسماء التجاريه ها، يعني بدل البريزولين في قطارات تانية بسيطه، محلول ملحي. انا طبعا عامل قطاره بالعسل، بجيب عسل صافي نقي واحط عليه اربع تخماس محلول ملح معقم. دي قطاره ايه؟ قطاره للميه البيضاء والميه الحمراء والميه الزرقاء والجن الازرق، بتخلي العين تفتح بطريقه ملهاش حل. بس طبعا بتتجدد كل شويه، لان العسل لما بيتحلل بيدي H2O2 فبيدي ماده سريعه، لو اتساب طارد. زي ايه؟ زي الاعشاب. الاعشاب خيرها قبل ما تطحن، لو اتطحنت الاعشاب الماده الفولاتايل طارت. بتكلم بقى على كمون، على كزبره، على شطه، على فلفل اسود، على 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 الفايده كلها في الحبه اللي ربنا عاملها. فما حصدتم فذروه في سنبله، طحنتها طيرت الماده الفعاله. طب اعمل ايه؟ يبقى تطحن شويه بشويه على قد استعمالك. لكن ما عنديش كمون بقاله شهرين ثلاثه وشطه بقى لها سنتين ثلاثه تتكاد تستعبط. كلام خطير، كلام مهم جدا. الاعشاب تستعمل سليمه، كمون، ينسون، شمر، اللي انت عاوزه. اذا طحنت تطحن على قد الاستعمال فيما لا يزيد عن اسبوع. مش انا عندي كمون بقاله شهرين ثلاثه هتحطه ده شويه اعشاب ملهاش لازمه. الماده الفعاله الفولاتايل طارت.
كلام مهم جدا. قطرت عين مضمضة سنان لازم، لانك انت في ناس ما بتقدرش تستعمل فرشة السنان، يبقى على الاقل بق مضمضة قبل ما تنام، يعني تعود على هذا. انا شخصيا لو ما قدرش استعمل مضمضة او استعمل فرشة سناني وجعاني ولا في حاجة بتوجعني، لازم انضف سناني باي حاجة بسلكات، لكن اوعى تنام وفي بين سنانك فضلات ممكن ما يدافع بملح. المهم تتمضمض قبل ما تنام، اظن دي سهله. ما تسيبش فضلات اكل ولحمه وخضار وبتاع بين سنانك، ما ينفعش، ولا حتى الياف البرتقال، ما ينفعش تسيب فضلات بين سنانك. فمضمضه السنان مهمه. لو انت ما بتهضمش كويس يبقى معاك هاضم، عندك حموضه، ما تسيبش الحموضه. ليه؟ لان لو سبت الحموضه اف جاسترايتس اتماستيكولايتس، يعني ايه؟ لو عندي التهاب في المعده هيبقى عندي التهاب في القولون، لاني المعده ما حضرتش الاكل كويس. اذا كان عندي التهاب في المعده يبقى الاكل ده لا هيتهضم ولا هيمتص وهنزله زي ما هو. او اللي عندهم جرثومه المعده يعملوا ايه؟ جرثومه المعده دي وهم وقعونا فيه الاطباء. الناس اللي بتحس بنار وحرقان، النار والحرقان دي حموضه. معناها ايه؟ معناه ان كميه الحمض المفرزه نتيجه المواد الايه اللي بيقول عليها السبايسي. انا واكل مكرونه، واكل شطه، واكل بتاع ده فلفل اسود، واكل حمص، واكل عدس. وطبعا مش عايز اقول لك العدس والحمص بيعملوا ايه، يعني انا كبير 5-6 حبات حمص او عدس. لو كترت من الحمص والعدس وقعتك سودة، خلي بالك معايا من الكلام ده. الجسم في البرد بيعتبر بعض البروتينات بروتينات عدوه، وخاصه بروتينات الفول، الفول السوداني، الفول العادي، الترمس، الحمص، بيعتبرها بروتينات عدوه. طب يعني ايه بروتينات عدوه؟ يعني تاكلها من هنا والجسم يعمل هايبر سنسيتيفيتي من هنا، وسخونيه واسهال ورشح، وناس تقول لك انا اكلت شويه عدس اتقفلت معدتي باظت. لا ده تخلي تنفعها بقى، يا اما حاجه تخليك ترجع، حاجه تخليك تسمع. انا بدي 3 حبات راوند نصار، بدي اجيولاكس، بدي حاجه وشربه حاجه تجري. جريت ودخلت الحمام انت اسعد واحد في الدنيا، لسه المصيبه قاعده، يا ترجع يا تسال، يا ترجع يا تسال. الكلام اللي بقوله ده مهم، مهم جدا. انما اقول لك ايه، ناكل عدس عشان البرد، اللي بياكل عدس عشان برد ده راجل بتاع نجار مسلح، وراجل عامل، وراجل مزارع، خد العدس ونزل هرس الارض مصارينه وفرمت كل حاجه. انما انت قاعد في بيتكو، قاعد بتلعب في المحمول، فهتجيب مناعه منين؟ هتهضم العدس والفول السوداني. وفي ناس بقى قاعده طول الليل تسلي لب وفول، والله العظيم بيجي لنا المستشفى الصبحيه كده ناس غسيل معده وتسمم، ايه طول الليل كانت جايبه والله ربع كيلو لب وربع كيلو سوداني وربع كيلو حمص، وقعدت طول الليل كانت لها 2-3 كيلو. يا قعدت 2-3 كيلو، ده رحمه؟ ده انت ليك من كل حاجه 10 حبات، اقسم بالله 10 حبات، 10 حبات سوداني، 10 حبات لب، بس اكتر من كده وقعتك سودة وانت المسؤول عن نفسك. زي واحد ياكل جبنه رومي قبل ما ينام، جبنه رومي حاجه قبل ما ينام يا متخلف. فمهم جدا انك تبقى عارف ان في حاجات ما ينفعش ما تستعبطش على المعدة بتاعتك، وإلا هتصوت ومحدش هيلحقك. يبقى اكلنا الهاضم الكذا، التنظيف القولون.